شو عم تعمل هون انت؟ وليش مستغرب اني هون؟ شو نسياني انه في بيني وبينك حساب كبير؟ انا اتصلت فيك وانت ما رديت علي وهلأ جاي لعندي؟ بلكي شافك حدا هون؟ ايه واذا يكون بعلمك ما بيهمني شو رح يصير بنوب، انا جاي لعندك وما بدي غير مصاريه بس، صبرت عليكي 3 أسابيع ولا شو يا دكتورة؟ حابة تعلقي معي يعني؟ لو رديت علي، لو رديت على تليفوناتي كنت عرفت ليش بدي أعلق معك. الرجال لساته عايش. يمكن لساته عايش بس هو بحكم الميت ما عاد يقدر يعمل شي بكل حياته، انضرب راسه ضربة كتير قوية ومستحيل يرجع مثل الأول، ولهيك بدي مصاري مو حقي. مجوهرات عادي بقبل مجوهرات. رح أرجع عيدها، الرجال ما مات بغيبوبة وما بدفع ليموت، مفهوم؟ يعني ما عم بفهم هالقد صعبة؟ ها؟ ما عاد تقدر، أعجزت تقتل واحد بغيبوبة؟ أنا قلت لك إنه فات شاب فجأة، كيف بتحبي إني أتصرف دكتورة؟ بدك ترجع لهنيك وتقتله؟ ارجع بعد ما لقطوني؟ دكتورة أكيد عم تمزحي معي ما في شك. ومين هذا اللي فات على الغرفة؟ دكتور ولا ممرض ولا مين هو؟ أنا ما بعرف بس شكله من المشفى، حسيته إنه ممكن يكون رفيقه أو ما بعرف، بس هو شافني قام جن جنانه وصار يلاحقني بالمشفى. دكتورة لا أنا ما فيني أرجع لهنيك أبدا وخاطر بهالطريقة. لك أنا اللي خاطرت لما وثقت فيك، عرفت مين اللي خاطر؟ دكتورة لو سمحتي أعطيني مصاري وخليني اختفي من هون خلصنا. ولك لا تحلم أعطيك مصاري على مهمة مو منفذة، حط هالشغلة براسك وما تنسى. عن جد؟ معناها أنت ابقي خلصي هاي المهمة يا حضرة الدكتورة. مين كان يتخيل إنك رح تصير شخص مهم كل هالقد؟ شفت كم واحد عم بيلاحقك ومهتم؟ لك ما بعرف لإمتى رح ضل عم بحميك أنا ورح تضل عايش. إدواردا حطتك براسه ورح تقتلك اليوم قبل بكرة، والحل الوحيد اللي بقيان قدامك إنك تفيق. تتذكر، لازم تتذكر كل شي أحسن ما إدواردا تموتك. خير؟ شو؟ كتير مستاهل تموت. خير؟ شو؟ كتير مستاهل تموت لحتى تحمي حدا؟ شك بهالشي. ايه طيب بس بعد هاي شيلة من رقبتي. هاي إدواردا فيريرا. هي اللي بعتتني منشان اقتل الرجال بس ما قدرت اقتله، وهلأ عم تهددني وما رضيت تعطيني كمالة حسابي. وليش هيك عم تعمل؟ قالت لك السبب؟ ليك أنا مو شغلتي إني أسأل بنوب. عندك دليل على هذا الحكي؟ لا ما عندي، وأنا انسحبت من هالمهمة. أنت من الشرطة؟ لا. طيب والرجال شو وضعه؟ هون اللي بيسأل أنا مو أنت، مفهوم؟ طيب شوف أنا كان بس بدي المصاري. أنا ما بيهمني شو كانت دوافعك، أنت حاولت تقتله للزلمة مرتين وأنا كنت شاهد بالمرة الثانية، يعني فيني دمر لك حياتك. إيه بس إذا كان بدي انحبس هاي إدواردا لازم تنحبس معي. أنا شايفك بالمزرعة من قبل مو هيك؟ أنت مو كنت ضابط بالجيش أو هيك؟ اسمع شو رح قلك، إذا بتفتحوا لتمك بقبرك. لا تنسى انه ادواردا رح تلاقي محامي شاطر وتنفذ منه. عندك شك انه خلال يومين بتبعت مين يقتلك بالسجن؟ والأسوأ انه اذا خورخي مات رح تفوت على السجن اكيد، بقى الاحسن ما تتصرف بغباء. ايه بدك تسلمني؟ انت ما بتهمني ابدا، بتضل ساكت وبتسكر تمك. طيب كابتن.